نبتدي زي ما احنا متعودين باهم الاحداث اللي حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بجوله تفقديه موسعه في عدد من المصانع بمدينه الاسكندريه، كمان تفقد مشروع تطوير حدائق المنتزه. كمان امبارح منا اكدت الحكومه انه لا صحه لاعتزام الحكومه بيع بعض المطارات المصريه لجهات اجنبيه. كمان وزير الدفاع والانتاج الحربي شاهد اليوم العلمي للكليه الفنيه العسكريه. تعالوا مع حضراتكم نشوف مزيد من التفاصيل في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بجولة تفقدية موسعة في عدد من المصانع بمدينة الإسكندرية، واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بالتأكيد أن الحكومة ماضية باتجاه تكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، مع استمرار جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لا سيما من خلال توفير البيئة الملائمة وتقديم التيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة لتعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين. كمان امبارح وخلال جولته بمشروع تطوير حدائق المنتزه، استكمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقده لعدد من مكونات المشروع برفقة اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. خلال تجوله بأرجاء المشروع، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه تم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تحويل منطقة المنتزه لوجهة سياحية عالمية. وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي مشروع إنشاء كبائن فؤاد المقامة على مساحة 7300 متر مربع، وزار إحدى هذه الكبائن وانتقل إلى جزيرة الشاي بما تضم من مطاعم ومباني وممشى وساحة القلب الأخضر ومطعم ومطبخ كشك الشاي وساحة الغروب والكوبري الأحمر وشاطئ نازلين. امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان زيارته للاسكندريه تفقد خلالها عدد من المصانع، موضحا ان هدف الزيارات الميدانيه دعم وتشجيع الصناعه الوطنيه وحل المشكلات اللي بتواجهها واتخاذ القرارات الفوريه، واكد انه لا سبيل لزياده الموارد الدولاريه الا بمضاعفه الصادرات الفتره المقبله. واوضح في تصريحات صحفيه عقب انتهاء الجوله ان فلسفه الحكومه بتقوم على التنسيق بين الوزارات وحل المشاكل بصوره فوريه. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، مشددة على أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وبتقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات والارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية، فضلاً عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة وأيضاً دعم نشاط الطيران منخفض التكاليف، مشيرة إلى أنه من المستهدف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص باعتباره الأقدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي، إلى جانب دعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية اللي تضمن ختام فعاليات مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية الثامنة جائزة الفريق إبراهيم سليم اللي شملت مسابقة الأنظمة غير المأهولة أرضية جوية وبحرية في نسختها الثامنة ومسابقة الأقمار الصناعية في نسختها الرابعة ومسابقتي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في نسختهم الثانية، وكذلك ختام مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولي الثامن لبحوث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس، وده بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة.